عمر كان طفل كويس جدا جدا وما كانش فيه اي حاجه لحد 2010. ابتدت عمر يحصل له صداع كتير وابتدى يقوم من النوم عنده صداع ويحصل له غثيان، وكان اوقات كتيره بيوصل للقيء. ورحنا للدكتور بتاع الاطفال، طلب مننا ان احنا نروح لدكتور جراحه مخ واعصاب، ورحنا لدكتور مخ واعصاب طلب مننا اشعه رنين، و عملنا أشعة الرنين ونصحنا إن احنا نيجي 57 3 57. سرطان المخ هو تاني أكتر أنواع سرطانات الأطفال انتشارا بعد سرطان الدم اللي هو اللوكيميا. السرطان ده له عدة أنواع بتختلف على حسب مكان الورم بالجهاز العصبي ونوعه. الأعراض المصاحبة للورم بتكون كالآتي: أولا الصداع، الغثيان، القيء، عدم الاتزان، فقدان الذاكرة، تغير في سلوكيات الطفل، واخيرا نوبات تشنجات. احنا لما جينا المستشفى 57 3 57 ودخلنا العيادات المبدئيه حولونا على جراحه المخ والاعصاب. للاسف ما كانش في مكان متوفر لنا، وكانت حاله عمر مستدعيه ان هو يركب شنط او صمام، فدكتور جراحه المخ والاعصاب حولنا على مستشفى تانية ان احنا نعمل صمام وبعد كده نرجع تاني نكمل العلاج بتاعنا وترتيبات العملية. لما رجعنا 57 3 57 رجعنا جراحة المخ والأعصاب. تم إجراء الاستئصال الجراحي للورم وتأكدنا أنه تم بشكل كامل عن طريق استخدام أحدث الأجهزة الموجودة في المستشفى، منها مثلا الانتر اوبرتيف ام ار اي. عمر قعد في رعاية جراحة المخ والأعصاب 3 أيام، وبعد كده الدكتور لما نتيجة الورم ظهرت قعد معانا ساعة، حكى لنا الخريطة العلاجية، ابتدينا في جلسات الإشعاع. عمر خد 34 جلسة إشعاع، ده غير طبعا الكيماوي كان فترة طويلة جدا، والحمد لله يرجع الفضل لله رب العالمين. ثم 57 3 57 بفضل الله عز وجل عمر خف، والحمد لله احنا في المتابعات، وان شاء الله باذن الله اتمنى ان كل الناس تيجي تزور 57 3 57. اللي عايز يتبارك بجد يجي 57 3 57. مؤسسة مستشفى 57 3 57 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.